وجه فريق الرجاء الرياضي فريق الحرس الوطني النيجيري مباراة الإيابة الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكي تشاهد معنا هذه المباراة مع علي فضل لطاط لايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم مسبقا ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة في 8 ساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيج وسوف تدعي هذه المباراة عبر قناة الرياضية المغربية الناقي الحصري والبث المباشر للمباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناه وايضا تفعيل خاصية تتاح لكي توصل إلى بعيدة وتفاصيل المباريات القويه والمقبره ونذكركم ان مباراه الذهب انتهت لفريق الرجاء الرياضي المغربي باثنين لواحد